مساء الخير من عسطوح بيروت. حلقتنا اليوم إلى طابع مميز ويمكن مواضيعها رح تكون شوي مختلفة. نحن صرنا أكثر بأكثر من سنة وبأكثر من موسم بأدار، بس يجي عيد الأمهات أو بس يكون في أي مناسبة للمرأة منحاول أنه نفتش على مواضيع نقدر فيها نحث المرأة على أنها تكون موجودة أكثر، مش لأنه نؤمن بهذه العنصرية أو هذا التمييز بين المرأة والرجل، إنما من إيماننا أنه للمرأة دور فاعل في المجتمع وخصوصا المجتمع اللبناني. لطالما شهد هالمجتمع بتاريخه إن بالحروب أو بالسلم أو بالعلم أو بالمراحل اللي كان فيها فرح وسعادة على وجود المرأة، ولطالما كان للمرأة الأم دور كتير كبير. ويمكن نحن من أكثر الأشياء اللي بحاجة لها اليوم هو إثبات دور الأمومة في عملها وفي تربيتها من خلال اللي عم نشوفه واللي عم يتعرض له مجتمعنا. هيدا الشيء ما بيلغي أكيد دورها المتميز في العمل الاجتماعي وفي اندماجها بالشأن العام. نحن اليوم رح نحاول قد ما فينا أن نضيء على بعض المشاكل أو على بعض الحلول أو على كيفية هذه المشاركة من خلال يوم المرأة العالمي أو من خلال الشهر المخصص للمرأة، مع تمنياتنا أنه يبطل في تخصيص شهر للمرأة ويوم امرأة للمرأة العالمي، لأنه هيدي بلشت من زمان وقت اللي كان ما في حقوق، إنما من إيماننا أو من اللي بنقوله وبيقولوه المسؤولين عن هذه القضايا واللي بتحاول المرأة تطرحه، هي أنه نحن شريكين في هذا المجتمع نسعى إلى الشراكة الحقيقية ونؤمن بهذه الشراكة. وربما وجود اليوم وزيرة معنا ببداية حلقتنا خير دليل على إثبات الوجود في مجتمع يعتبر بعده لهلأ مجتمع ذكوري. نحن بشرفنا للمرة الأولى من عسطوح بيروت أنه نستضيف معالي الوزيرة عناية عز الدين، وزيرة للشؤون التنمية الإدارية بالحكومة الجديدة. أهلا وسهلا فيك، مناسبة خاصة ومناسبة مميزة أنك تكوني معنا. شكرا ست داليا، شكرا. ونتمنى كمان أنه عم تحكي عن تمييز، هيدا الحقيقة تمييز إيجابي نحن منشوفه هيدا النهار وهالأيام، والتزامكم أنتم بقضايا المرأة كمان بعتقد عم بيعمل إضافة مهمة على تضوي على هالأمور، لأنه الإعلام لازم ياخد دوره بهالمجال وبهالثقافة، أنه نوجد هالثقافة هاي حول أمور المرأة وحول أهمية وجود المرأة بكل قطاعات الحياة، وأنتم عم تاخدوا دوركم بهالمجال. نعم، نحن اليوم يعني نستغل مثل ما قلت هذا الظرف أنه شوي نوجه عسطوح بيروت إلى قضايا عم تقشعها كل الناس. بدي استغل بالأول هيدا الاستطراد اللي حضرتك فتي فيه على دور الإعلام، قدي برأيك الإعلام بما عم بيصير فيه وعم يدخل بمتاهات مسؤول عن كل صورة وعن كل مشهدية ممكن يؤديها لإصلاح مجتمع معين، مش للانجرار وراء متاهات مجتمع ممكن ينحدر بانحدار الأخلاقيات اللي فيه. شوفي، الإعلام طبعا كتير مهم وفي دوره يكون كتير إيجابي وفي يكون سلبي. ما في شك أنه الصورة التي تقدم فيها المرأة بالإعلام هي بتلعب على، يعني بتشتغل على الوعي وعلى الإدراك، وبمحل من المحلات بتشارك بالتربية. فضروري جدا أنه صورة المرأة بالإعلام تتغير، تبطل المرأة سلعة أو وسيلة للربح تجاري. كمان حتى لو ما كانت هيك، نبلش نصور المرأة ببرامجنا، بمسلسلاتنا، بإعلاناتنا، بكل المواقع يلي هي حقيقة عندها الإمكانات والمؤهلات أنها توصل لها، إن كان بالعمل السياسي أو الاجتماعي أو المهني، مثل ما أخذت راحت على مساحات كتير كبيرة أكاديمية ومهنية وأثبتت جدارة عالية. كمان المرأة بمواقع القرار لازم تكون توصل ولازم يتظهر هيدا الشيء بالإعلام من خلال العمل السياسي ومن خلال تشجيع الأحزاب. هلأ بنحكي على كل حال عن هالمواضيع، أنه المرأة لازم تاخد دورة والإعلام لازم يواكبها. نعم، يواكبها بكل المراحل الإيجابية. إيجابية طبعا. نعم، معليك يا أنا بدي كمان استغل وجودك لشغلة مهمة معلي رح أعملها بوجودك، وهي نحن من فترة عملنا بعسطوح بيروت تلاتون، ساعدنا في حاولنا نساعد في عيال وأنه نحط إيدنا بإيد كتير من الناس اللي ساعدتنا كمان ومشكورة، ولاحقا رح نقول كل التفاصيل اللي صارت بالحالات. إنما بهيدا الأسبوع واليوم بالذات بتاريخ تسجيل هيدي الحلقة فقدنا
شخص كنا عم نساعده، فقدناه يمكن لأنه أوقات البؤس بجر البؤس، وأوقات عدم الإضاءة الإنسانية بمحلات كتيرة على قضايا لازم نحن نساعد تنضوي عليها بخلي الناس تروح من دون ما حدا يحس فيها. نحن لأنه عبدو حكيم كان معنا ضيف، وكان عبدو حكيم مشرد، وحاولنا من خلال حلقة عسطوح بيروت وحلقة تانية أنه نأمن له بيت كنا عم نركب له إياه، وإنما القدر أخده بحادث سيارة وتوفى اليوم عبدو حكيم الوحيد اللي بلا أهل. نحن بس يمكن ما حدا كان رح يذكره لعبدو حكيم لو ما كان في هذا التلاتون، كان في همة ناس، بس بوجودك لأنه بعرف شو معنات الفراق معك، بعرف شو معنات إنه واحد يفقد كتير قريب، حبيت بس وجه تحية لعبدو حكيم بهالروبورتاج الصغير. من الحياة القاسية على الأرض إلى الحياة الأبدية في السماء، منذ أشهر قليلة قابلنا عبدو حكيم وتعرفنا إلى شخص صادق لم يشأ أن يعيش لحظات سعادة فانية وأن يخسر الفرح اللامتناهي. عبدو الذي كان إحدى حالات تليتون 2016 فارق هذه الحياة في أولى أيام الصوم ليشبع عينيه من نور لطالما حلم به، هو الذي عاش في الظلمة لسنوات. عمي عيوني، ليش عم ببكي؟ لأنه عمي عيوني عم بحلم بضو. بلا والدين عاش عبده، فخسر والده عندما كان طفلاً، وعاد وفقد والدته في عمر 16، لكنه لم ينسى كلماتها ودعائها له. فعلاً قلت لي الله بيرزقك بولاد الحلال إذا كنت صالح بحياتك، وفعلا تحقق الحلم اللي قالته امي الله يرحمها تربي اجريا، واشتقت زور قبرها بس نفسي اخذ لها شيء حتى لعب بقبرها، قبرها حافظه لهلا رقمه 22 ما بنساها. اليوم يلتقي بها من جديد ليسكن الى جانبها حيث لا قبور ولا اموات، بل حيث القيامه والحياه. نفسي أعيش بأمان بمحل هيك مبسوط فيه، لا زعج حدا ولا حدا زعجني. كيف توفى عبده؟ بحادث على الأوتوستراد، هو قاعد على الموبيلات بفوت بفان من خلف، بيأدي أنه يصير عنده كسر بالجمجمة وكسر بالظهر، وهذا الشيء وقعه بالكوما حوالي 3 أيام وبعدين عبر. أسعد لحظة في حياة عبدو كما يخبر الأبهان طوق كانت حين قرر فريق عمل عسطوح بيروت مساعدته. فتلفن سيد أنطوان شامي قدم له بيت لعبدو. مع أنه هيك بس لقطة بإيدي بحس حالي كمش حريتي بإيدي الاثنين. أنا فيكون معي بالفرقة الموسيقية وهذا وعد على الهواء. لأول مرة كنت بقشع بعيني أنه عنده فرح وعنده أمل كبير ورجاء، وقت اللي تأمل له بيت بري فابريكي، بس كان الألم الكبير إنه ولا وقف ولا بلدية قبلت لا تأجرنا ولا يعيرونا ولا حتى يعطونا أو يهبونا 30 متر لحتى نحط عليها وهذا كان الصراع الكبير من شهرين لليوم ونحن نركض، والرجاء الثاني إنه بعد ما يصير عنده بيت نرجع نحطه بفرقة ميشيل أزي. ما بعرف إذا لحزن حظه أو لسوء أو هيك إرادة ربنا إنه يعبر قبل ما يحس بهالكمية الفرح الكبيرة. في كنيسة مارجرجس للروم الأرثوذكس في البترون كان الوداع الأخير لعبده، ليبقى العزاء الوحيد أنه في سنواته 37 تذكر أنه من الله وإلى الله يعود. عيب على اللي بيعمل، عيب على اللي بيعمل شيء غلط. لو بدي اعيش بالغلط ما وصلت لهيك مرحله. سأنتقل من عبدو حكيم إلى أخت الشهيد اللي هي اليوم بتمثل بالنسبة لكل امرأة جنوبية مثال أو جزء من بيتها أو جزء من مقوماتها ونضالها ومقاومتها. هيدا المحل مع معالي الوزيرة عناية عز الدين، شو عمل توازنات بحياتها وكيف خليها تتطلع على الأمور؟ الشهداء ما بيروحوا، الشهداء بيبقوا،
والدليل انه نحن مننعم بثمره تضحياتهم، فهن حاضرين فينا، نحن مسؤولين عن انه هالتضحيات اللي هن قدموها نثمرها او نكفي فيها ونحافظ عليها بالمحافظه على هالوطن وعلى انفسنا وعلى قيمنا، لانه هن فدوا هالوطن بارواحهم، اعطونا نموذج عن كيف الفرد بيتجاوز نفسه كرمال سعاده المجتمع. هن هالشهداء شباب كان عندهم احلام وطموحات وعندهم اهل تعبوا عليهم وعلقوا عليهم امال، بس بلحظه من اللحظات لما شافوا انه خلاص المجتمع موحد ما بيتم الا اذا هن قدموا انفسهم لهالوطن ولهالمجتمع، قدموا انفسهم. فنحن مسؤولين كمان نحافظ على هالشيء ونكفي هيدا اللي هن راحوا كرماله، ونحن لازم نكفيه. وميادين العمل واسعه، يعني في ناس بتقاوم تستشهد بالمعركه هي وعم تقاوم، في ناس بتقاوم التخلف، بتقاوم الفقر، بتقاوم الظلم، بتقاوم كل شيء، كل القيم، كل الاشياء يلي ما بتمثل قيمه بهالحياه لحتى يسود العدل. نعم. والدكتوره عناية عز الدين كيف قاومت هذا الانفصال؟ هيدا المقاومه الحقيقه كمان بدي اقول لك هي مش رد فعل، هي فعل، هي انه الانسان يخطط لحياته ولنفسه، انه يستغل طاقاته كلها ضمن رؤيه انسانيه تجاه نفسه وتجاه مجتمعه وتجاه كل الناس اللي هو بحس حاله انه مسؤول عنهم، بانه يكون على طول مبادر، يكون على طول بساحه الفعل وليس رد الفعل. تسعي تنمي طاقاتك، تسعي نحو كمالك، بان كل عمل تعمليه على احسن وجه، تحاسبي نفسك على الاشياء، يعني تعرفي نفسك صح لحتى ما تظلمي الاخرين وما تظلمي نفسك كمان، وتحب الآخرين، وأهم شيء أنه بكل الأعمال اللي عم تعمليها يكون الحب، حب الآخر هو وخدمته أساسة. هو أساس حتى بالمراحل الصعبة معاليكي، يعني حتى بمراحل المشاكل، بمراحل الحياة كيف بتقلب من ميلة لميلة، حتى بمراحل اللي بتتحمل فيها السيدة مسؤوليات كتير كبيرة، ممكن يكون نتيجة موت زوج، نتيجة انفصال، نتيجة طلاق، نتيجة عائلة بين إيديها، كمان بتحس إنه هيدا التحدي هو تحدي مبني على الحب لتقدر تعطي؟ أكيد، هيدا الثبات ووضوح الرؤية، تعرفي أنت شو بدك من نفسك وشو بدك من العالم، وتعرفي حدود طاقتك، وأهم شيء إذا بتعرفي نفسك بتقدري تضلك محافظة عليها، حتى لما بدك تعملي تنازلات ما تعملي تنازلات أساسية تخليك تصير شخص آخر. وعلى طول أنا بقول بكل عتمة في نقطة ضوء لازم نفتش عليها ونمشي نحوها ونوصل على الضوء. وكمان جواتنا لما بتكون الأمور مظلمة كمان في نقطة ضوء، هي هيدي لما بنلاقيها، هاي المسيرة أوقات الإنسان بينضج مش لما بيوصل للهدف، ننضج نحن وعم نمشي نحو الهدف. هيدي المسيرة بتعلمنا كتير، أهم شيء بهاي المسيرة نكون ملتزمين بهالقيم الإنسانية وباحترامنا لنفسنا. بتعرفي احترام النفس وإنك ما تقبلي على حالك توصلي لمراحل ضعف تزلي معها نفسك كتير مهمة لتضلك متوازنة بالحياة، وعطي قوة لحالك وللآخرين يلي حدك. هيك بتتعلم تقاومي، هيك بتتعلم تواجهي التحديات، وهيك بتتعلم تنتصري على الأشياء السلبية فيكي وعلى الظروف الصعبة حواليك. رح أعتبر هيدا الشيء اللي قالته دكتور عناية هو أهم رسالة بهيدا الشهر، يعني لكل امرأة عم تسمعنا، لكل امرأة عم تعتبر حالها أنه عم بتضحي وتتحدى، أو هي الضحية، ما تعتبر حالها الضحية، تلحق هيدا الضوء وما تقدم تنازلات من مبدأها طبعا، ولا من قيمها ولا من تربيتها، تلحق وتتحدى إلا ما توصل. تعرفي لأنه يعني طبعا أنتوا شايفين أنا هيك، أنا يعني إنسانة عندي إيمان، واللي عنده إيمان بالله ما لازم يضعف لدرجة هيدي الروح اللي الله حتى فينا نزلها. حلو. لازم نضل عنا عزة نفس. حلو كتير. هيدا نتيجة كمان التربية، ما هيك معاليك؟ طبعاً. نتيجة البيئة الحاضنة، يمكن أوقات كتير البيئة بتساعدك. الحمد نحن كمان يعني البيئة بتساعد، الإيمان بيساعد، وبعدين نحن حقيقة أنا لازم أقول أنه أنا بنت مدرسة أسسها الإمام الصدر. علمنا أنه ننتصر ونقاوم الضعف بس بحب، نقاوم الظلم بحب وبانفتاح،
وما نستسلم للأمر الواقع، وأنه مسيرتنا تكون حقيقة أنه نشتغل كرمال كمال الإنسان. يعني شوفي أنا بنت جنوب، بس جنوب ما حقد على الوطن لما كان لما كان الوطن حارمه منه، حب الوطن وقدم له، وبالعكس قدم كل التضحيات لينتمي لهالوطن وليحضن الوطن بطريقة معاكسة يعني. نعم. فالحمد لله، وأنا أهلي كمان ناس ناضلوا لحتى هالعيلة تكبر وتوصل للي وصلت له، فأنا الحمد لله بشكر كل هالنعم يلي أنا تعرضت لها بحياتي. نعم. بين 29 وزير، أي متى بتاخد موقع على الكلام؟ كيف فيها تجادل؟ شو بيصير بهالجلسات؟ أنه الدور شوي بده، إذا بدنا نقول بده صوت عالي أوقات. يعني عندي رأيي بأول طبعاً بالإشياء اللي بتخص الوزارة، أكيد بشرح وبعطي رأيي، وبالإشياء اللي بتخص الوزارات الأخرى بس نحن قلنا علاقة فيها كمان بناقش. هلأ طبعاً أنا إنسان مسيسة، يعني في أمور بتبحث بمجلس الوزراء يلي هي لها علاقة بالشأن العام، لها علاقة بالتوجهات السياسية. كمان أنا حريصة أني أعطي رأيي، وهلأ مستمعة جيدة جيدة عادة، يعني بستمع كتير منيح وأوقات طول بقول لحشوف شو بعد يطلع أراء. إذا شفت أنه الرأي اللي ما مش كتير بعطي رأيي، بعطي رأيي. هلأ بعدني ما أخذت كتير موقع المسؤولة، بعدني أكثر مواطنة من أني مسؤولة. بينك وبين حالك يعني، نعم. يعني بينك وبين حالك حالي. بقلب المجلس الوزراء يعني بتحسي حالك بعدك المواطنة، مش الشخص اللي يعني الشخص اللي جاي يقدم. بعدني بحس حالي أكثر عم مثل هالمواطنين. نعم. لأني بشوف حالي أكثر بعدني مساحة المواطن، يعني مواطنة عندي بعدها نفسيا أقوى من مساحة المسؤولة، لأنه المسؤول أوقات لازم ياخذ قرارات صعبة شوي ويمكن ما تكون كتير شعبية شوي، فبعدني مواطنة أكتر ما أني مسؤولة. نعم. بس بتفهمهم يعني لما في إشياء ممكن ما يحبوها الناس بقدر أفهم، من صرت بشوف أكتر بغير عين، بغير عين، وبعرف أنه ليش هالمسؤول مش هدفه يعذب شعبه بس هالقد الإمكانيات. بس نعم. ماشي الحال، ماشي الحال. في تناغم على طاولة مجلس الوزراء عادة، ولا كل حدا اخذ ملفه واخذ سياسته واخذ مدفعيته وحيطه واقف هيك ما في تناغم؟ ما لا فيه. لا الحقيقة هالحكومة من أول ما بلشت كان في جو عام مواكب، وهي داخلها كان في حرص على أنه تكون متناغمة حتى لما في اختلاف وجهات النظر تعالج بالتي هي أحسن. هلأ طبعا وقت نقاش الموازنة في آراء شوي مختلفة أكثر من الأمور الأخرى. في حدية؟ ما في حدية لا، بس في أنه كل واحد يمكن شوي يكون متشبس برأيه أكتر، لأنه هيدا بيدخل برؤية اقتصادية مش مشتركة عند الجميع. في وزير أكتر من التاني شوي هيك بتستوعبوا على بعضكم أكتر بمواضيع ممكن إلها علاقة بتشبه بعضها بوزارتها، بتحسي عندك بالمواضيع التقنية؟ يعني شوفي وزارة التنمية بتتعاطى بكتير أمور مع الوزارات الأخرى، يعني عنا مشاريع مع كتير وزارات، وفي 4 وزارات نحن كان عنا مشاريع معهم كانت وبعدها مكفية منهم: الصحة، السياحة، شؤون الاجتماعية، الصناعة. في عنا شغل كمان مع وزارة الاقتصاد، سهولة طبعا في تنسيق وفي شغل معهم أكثر من غيرهم، بس كل الوزراء علاقتي فيهم منيحة. نعم. لأنه كمان رح يصير في إلنا مشاريع معهم أكثر. وبستغل الفرصة قبل الاجتماع وقت بعد الاجتماع حتى أقول لهم بدنا نجي لعندكم نعمل للمناقشات. هيك للمناقشات. نعم. ناخد رأيهم. نعم. فيك شوي تشرحي لنا هالوزارة أكتر شيء عن شو مسؤولة؟ هالوزارة أكتر شيء هي اسمها وزارة التنمية الإدارية. كان أول شيء اسمها وزارة الإصلاح الإداري، بعدها بالإنجليزي Ministry of State for Administrative Reform، إصلاح إداري. ومثل ما هي بتقول هي مهمتها أنيط بها مهمة تطوير وتحديث الإدارة اللبنانية. هلأ طبعاً في عدة طرق لتحدثي هالإدارة. أول شيء في عندك استراتيجية للتطوير مبنية على تطوير أداء تطوير القدرات بالإدارات العامة والوزارات، ونحن عنا ورش عمل وبرامج تدريب للوزارات المختلفة لحتى تطوري أداء الموظفين. ونحن هلأ بطور
إذا بدك تغيير الفكرة، الانتقال من بالوزارات والإدارات العامة من فكرة دائرة شؤون الموظفين إلى مديرية الموارد البشرية. أوكي. لأنه مثل هلأ كل شركة يعني كبيرة. مثل كل شركة كبيرة، لأنه هلأ بالعالم صار بينحكى حتى عن الرأسمال البشري، عن الطاقات البشرية، وأنا بفضل كلمة طاقات بشرية، لأنه الموظف هو شخص إنسان عنده طاقات. نعم. منحب إنه نعلمه كيف يمارس أو يستعمل كل هالطاقات وطورها بوظيفته لحتى تطلع الإدارة لمستوى أعلى. الهدف من كل هالتطوير الإداري وتنمية القدرات البشرية هو أنه هدفنا إعادة بناء الثقة، ثقة المواطن بإدارته وبدولته عبر تحسين الخدمة وإيصالها لإله بأقرب وقت ممكن وبأقل كل كلفة ممكنة وبجودة عالية. منشان هيك نحن منحاول عم نشتغل على موضوع المكننة بالإدارات، وشفتوا يعني عم بكتير إدارات بالدولة صار في عنا خدمة سريعة من خلال منا وزارة الصحة هديك اليوم. طبعا كان في شغل عملته وزارة التنمية الإدارية بوزارة الصحة، وكفوا هن زادوا عليه لحتى أطلقوا الشباك الموحد. هيدا بيصير المواطن يقدم معاملته بيجي بياخدها بعد كم يوم يبعثوا له SMS. في عنا 90 ويب سايت بوزارات كتير مختلفة عم نشتغل عليها، وإلى جانب تطوير القدرات والتدريب على تطوير الموارد البشرية في عنا مشاريع تخطيط استراتيجي بالوزارات، في عنا مشاريع طبعا تدريب الإدارات العامة على كيفية إجراء الصفقات العمومية، لأنه هذا موضوع كتير مهم بإطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. نعم. بتعرفي انت هالمناقصات بدها تصير ترسي على القطاع الخاص من خلال مناقصات لازم تكون شفافه ولازم تكون مدروسه ودفاتر الشروط محطوطه باعلى المعايير لحتى ما يكون في فساد ويكون في شفافيه وتكون الخدمه اللي بدها تقدمها الشركه الخاصه باعلى مستوى. والشركات الخاصة بكتير دول انت بتعرفي فيها تصير قوية لدرجة انها بتأثر على سياسات الدول. أكيد. من هون بتجي أهمية انه هالصفقات تكون شفافة. نعم. نحن كمان منساهم بموضوع مكافحة الفساد عبر سلة التشريعات يلي اشتغلت عليها الوزارة وبعدها عم تشتغل مع مجلس النواب، ومنا أخيرا كان مساهمتنا بحق الوصول للمعلومات، وهلأ الوزارة عم تحط آلية يلي بتنظم هالموضوع، وطلبنا من رئيس الحكومة أنه يعين موظف للمعلومات بكل الإدارات الرسمية. عظيم. يعني حضرتكم ورشة عمل كمان عم نشتغل. نعم. على موضوع المباني الحكومية اللي هلأ طلع. نعم. عليها مثل ما بيقولوا تقارير بتقول أنه المباني الحكومية المستأجرة هي مزبوط. تكلف مبالغ طائلة كتير. نعم. فليكن هناك أراضي لبناء مباني. حضرتكم عم تشتغلوا على. نعم. نوعية تنظيمها، يعني هي كانت هي مسؤوليتها كتير كبيرة، وكانت قبل تسلم إلى شركات خاصة لتنظيم هذه الأمور في بعض الوزارات، هلأ صار في إلى وزارة ترتكز بدعمها عشو، يعني من اللي بيدعم هاي الوزارة؟ هل أطلقتوا خطة عمل؟ حقيقة في بعد مشروع لازم أقول لك قبل ما جاوب على هالسؤال، في عنا نحن بالوزارة كمان وحدة للحكومة الإلكترونية ونعمل باتجاه الحكومة الرقمية، ونحن اليوم عنا كان مستشارين أو شركة من برا أو جهة لحتى ننظم معهم هيدا الموضوع. طبعا نحن سنعمل مع كل المعنيين بالإدارات وبالوزارات لإطلاق المسودة الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، وهيدا موضوع صار عم نشتغل عليه من سنين ولازم هلأ يتفعل، لأنه هيدا من أهم العوامل يلي بتأدي لإصلاح إداري وتعزيز الشفافية. نعم. هلأ مين بيدعمنا بمشاريعنا؟ الحقيقة مشاريع وزارة التنمية هي بتصير بدعم من الاتحاد الأوروبي بالأساس وبالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبدعم من الـ UNDP وآخرين. هلأ اللي عملته وزارة شؤون المرأة حقيقة هو بيشبه مشروع من المشاريع مزبوط. يلي بتعملها وزارة التنمية. وزارة التنمية مشاريع كتير أكبر ومؤسسة على هالمفهوم من سنوات عديدة. كيف بتقدري تلحقي بين المختبر، دراستك، حضرتك كمان مسؤولة بجمعية إنمائية للشباب وتثقيفهم، الواك، كيف بتلحقي بين الصبايا اللي عندك إياهن وكل الله يخلي لك إياهن البنتين؟ كيف بتلحقي؟
تعملي هيك التوازنات؟ هلا التوازنات على طول مطلوبه، بس انا بعتبر حالي بالنسبه للاولاد يعني ما عندي اذا فيني اقول هالازدواجيه يعني. لانه صاروا كبار، بس اكيد انا بوقت من الاوقات عانيت من هالصعوبات يلي بتعاني منها المراه العامله او اللي عم تدرس بعدها وعندها عائله. حقيقة أهلي ساعدوني كتير، بس أنا بشوف أنه هون في ضرورة لحتى يصير في تتعدى القوانين أو تشريعات بشكل تنصف ورق، تأخذ ظروف المرأة العاملة بعين الاعتبار من ناحية إجازة الأمومة، أوقات كتير ناحية أنه يكون في حضانات بالشركات أو بالمؤسسات لحتى هالمرأة العاملة كمان تكون مطمنة على أولادها. في كتير دول عاملة هيدا الشيء حتى تقدر المرأة تعمل هالتوازن المطلوب بين أسرتها وبين كونها أم وبين ظروف العمل. هلا انا حقيقه كثير شاطره بتنظيم وقتي ومعبي وقتي كثير منيح. بتعملي سبور كمان؟ بس لحتى نقول للسيدات بين بين يعني كمان بتحافظي على بعمل اكيد. هلا بتعرفي بعد ما صرت بالوزاره لانه كثير تغيرت حياتي وكان في اشياء جديده لازم اعطيها وقت، يعني كل ست لما بيطرق عليها شيء جديد في وقت هالشيء الجديد بده يجتاح مساحه كل شيء ثاني، بس ترجع بتعمل الاكليبر والتوازن. ايه بعمل رياضه. نعم. هلا عم برجع، وقفت لي شي شهر ونص، هلا عم برجع، لانه الحقيقه الرياضه منا هوايه، الرياضه لازم تكون جزء من حياتنا لانه هي عامل وقائي. نعم. عامل وقائي للامراض، ضد الامراض يعني. على فكره قبل ما اختم اخر سؤال بس لانه احفوت على اخر الفقره، قدمتي يعني تعاونتي انت والوزير جان اوغسابيان يعني في كم شغله كمان حضرتك قلتيها انه يكون بخطه عملهم دفع على والله انا اطلعت طبعا بالمؤتمر على خطه عملهم وطلبت منه حتى يبعث لي البرزنتيشن يلي قدمها. حقيقه الاكشن بلان او الرؤيه يلي حطينا للبرنامج من شان تحسين وضع المراه ممتاز، ان شاء الله نقدر نحصله. نعم ان شاء الله ما نكون، برجع بقول هيدا المثل اللي دايما بقوله، اقرا تفرح جرب تحزن. اسمع تفرح جرب تحزن. لا ان شاء الله يا رب. بريك ومنتبع من بعد البريك حلقتنا المميزه من عسطوح بيروت، خليكم معنا. بفتكر هلا ثبت حالي كمكون سياسي مش كمراه يما كرجل. المراه هي بنفسها بعدت عن السياسه لانه السياسه فيها كثير من المساومات، والانسات عاده والستات ما بيعرفوا يساوموا المساومات اللي بيعملوها الرجال بالسياسه. لو ما كانت من فريق داعم ما كانت وصلت. يعني انتم عم تفترضوا انه كل الرجال اللي عندنا بيشتغلوا بالسياسه مؤهلين، مع انه نحن مش شايفين هيدا الشيء ابدا. اليوم هالمره هاي اللبنانيه ما بقى تقبل بولي جبري او بوصي يمثلها ويحكي عنها. بس الكوتا بعد ما اعلنت من قبل الطيار. كملين معكم حلقتنا من عسطوح بيروت، وبيسعدنا أن نستقبل بهذه الفقرة في هذه الحلقة المخصصة للإضاءة على مشاركة المرأة، تفعيل دورها، وكمان على بعض القوانين اللي ممكن يصير فيها هيك إعادة نظر. بيسعدني أنه يكون مرافقنا بهالفقرة عن جديد مع الوزيرة عناية عز الدين. أهلا وسهلا بالقاضية أرليت جريساتي منورة عسطوح بيروت. أهلا وسهلا برئيس مجلس إدارة BLC الأستاذ نديم قصار، كمان منور للمرة الأولى من عسطوح بيروت. حضوركم اليوم إضافة ست أرلات. تسلمي، أنا بشكرك على دعوتك بهالبرنامج المميز اللي بحضره كل أحد. الله يخليك أستاذ نديم، وجودك اليوم إضافة مهمة بحلقة مخصصة لتمكين المرأة ودعمها. كمان حضرتكم كبنك وكهيئة إدارية للبنك داعمين جدا بأكثر من مشروع رح نضيء عليه. أهلا وسهلا فيك. شكرا لدعوتك. بما أنه موجودة معنا حضرتك وحضرتك نصك من زحلة، رح نروح على زحلة لأنه كمان في حالة كتير مهمة أنه نضيء على مشاركة المرأة فيها، ونتيجة إذا بدك الإرث السياسي اللي نعرف بالبلد على طول بأكثر من مرحلة من مراحل البلد. السيدة مريم سكاف، رح نتوقف برأيها ومشاركة المرأة بالعمل السياسي وبهذا الإرث والورث السياسي، منشوفه سوا. هي امرأة تزوجت من زعيم سياسي وعندما رحل حملت المشعل وأكملت المسيرة. قد لا تكون أول السيدات اللواتي يخضن هذا المعترك،
وربما لن تكون الأخيرة، لكن الأكيد أن مريم سكاف هي من القلائل والقلائل جداً ممن تجرأنا على لعب هذا الدور في مجتمع اعتاد أن يكون الرجال فيه زعماء أو رؤساء كتل وأحزاب. دور سياسي تقابله مسؤولية عائلية، سنغوص في تحدياتهما وتفاصيلهما في هذا الحوار. للحقيقة ملفين ما عم تكون هينة أبداً، خاصة أنه كله صار بسرعة، بس عم جرب قد ما فيه. يعني الواحد بده يضله يجرب ويضله، لازم يكون في مثابرة. لما بيكون في مثابرة بتصور انه الواحد بيوصل على هدفه. الولاد هن أولوية عندي، أكتر شيء مهم لإلي الولاد، وتانيا بيجوا الأمور الباقية. أنا بعتبر انه حيالله شخص إن كان مرأة يما رجل هو بده يثبت حاله بأعماله بشخصيته. هلأ أصعب للمرأة توصل، بدها تشتغل مرتين ثلاثة زيادة لتقدر تثبت حالها وتفرض شخصيتها، وإنه هي جدية وهي جاية بدها تكمل. القضية السياسية اللي كان ماشي فيها إلي، بتعرفي أنت الكتلة الشعبية عمرها 100 سنة، هيدا إرث كتير مهم وشغلة كتير جدية ما فيك تلعبي فيها. حسيت بمسؤولية كتير كبيرة وقعت علي، مسؤولية كمل تربية الأولاد لوحدي وكمل السياسة كمان ببيت مثل بيت سكيف. يعني شغلة ما كانت أبداً هينة لإلي، ومع نظرة العالم الفوقية والذكورية نظرتهم كانت قولك رح تقدر تعطي مثل ما كان جوزة، رح تقدر تثبت حالها. حسيتها، بس هلأ حسيت يعني بهالسنة اللي مرقت حسيت انه لا خلص مش الحال. هلأ عم بيحسبوا لي حساب. بفتكر هلأ ثبت حالي كمكون سياسي مش كمرأة يما كرجل. في موضوع بيزعجني انه المرأة لازم تتخلى عن أنوثتها لتقدر تبرهن للرجل انه هي قادرة تلعب دور سياسي. انا بعتقد ابدا لازم تبقى وما تتخلى عن أنوثتها وتضل يعني تلعب الدور السياسي. بالعكس الكوتا بحد ذاتها مشحفة لإلنا، انه نحن بدنا نطق. ليش نحن لازم يكون في مساواة؟ يعني المرأة بتفوت بالمعترك ولازم تكون مثلها مثل الرجل، ولكن الكوتا بدها تحافظ لنا على حقوقنا، ومن خلالها بس يصير في بيتعود الشعب اللبناني انه يكون فيها العدد من النساء، ساعتها تلتغى الكوتا. بس بالاول انا بلاقي انه مثل ضمانة لإلنا. بتأمل انه المجتمع ما رح سميه ذكوري يتقبل انه يكون في اكثر من مرأة على لائحة الكتلة الشعبية. اذا وصلت على الندوة البرلمانية بهمني كثير اشتغل لزحلة، يعني طالب للمنطقة ولقضاء زحلة. بس اكيد في امور كثير مهمة وقوانين بتتعلق بحقوق المرأة، بحريتها، باستقلاليتها. اكيد هول القوانين انا بهمني كثير اني اشتغل عليهم لتوصل لمرحلة أحسن، خاصة يعني بالقوانين يلي إلها علاقة بالعنف الأسري. أنا ما كنت متخيلة إنه بالقرن 21 في بعض قوانين هالقد يعني بعدها رجعية، إذا بدي أقولك رجعية ومش مقبولة. بس كمان بدي أشتغل على قوانين لكل الشعب اللبناني. هيدا دور المرأة والرجل بالبرلمان، ما تخلي حدا يخفف لها من عزيمتها ومن مثابرتها ومن ثقتها بحالها. المرأة لما بيكون عندها ثقة بحالها، والرجل كمان. يا عمي أنا ما بحب التمييز إنه بس لأنه في كتير إشحاف بحق المرأة، عم نحكي عن المرأة يعني إيه، إنه يكون عندها ثقة بحالها، وإذا عندها مثابرة بتوصل لأعلى المراكز. وأكيد بطلب منا للمرأة بلبنان تخوض المعترك السياسي كمان، مش بس المعترك الإعلامي والقضائي والطبي. لازم يكون في نساء أكتر بكتير بالمجلس النيابي وبالحكومة، وما لازم نحنا ننطر الكوتا النسائية. نحنا لازم نفرض حالنا، لأنه إذا نحنا فرضنا حالنا ما حدا فيه وقفنا.
ما عليكي حضرتك مع الكوتا النسائية؟ بعتبرها أنه هي نوع من التمييز الإيجابي إذا بدك، لأنه ضروري بهالمرحلة اللي الست غايبة فيها عن مواقع القرار السياسية وعن صنع القرار، مشاركة بصنع القرار الوطني. الكوتا النسائية هي بتكون عامل مثبت لهالمشاركة، وسيلة لحتى الناس تكتسب هالثقافة وهالثقة بأنه المرأة ممكن توصل على هالمكان، على هالأماكن وعلى هالمواقع هاي، وتثبت جدارتها مثل الرجل. نعم، رح أخذ رأي الرجل في هذا الموضوع. حضرتك أستاذ نديم موجود في هذا المجتمع اللبناني بعائلة فيها توازنات نسائية وقالوا دور كتير مهم، كمان تحية للوالدة ولأخواتك الستات اللي كان لهم كمان دور إن كان بالبنك أو كان بالجمعيات، يعني وعايش ضمن بيئة حاضنة لتواجد المرأة بالشأن العام وبالشأن المهني. حضرتك مع الكوتا النسائية أو شو رأيك شو هو الشيء اللي بيسمح لل المرأة الاندماج بالعمل السياسي؟ يعني ما حدا بيقدر يكون ضد الكوتا، بس بعتقد انه عم ناخذ بلبنان الموضوع من الاخر. البلاد اللي حطت كوتا هي بلاد وصلت المرأة لكل الحقوق، وبعد ناقصها الجزء السياسي منها. بفتكر بلبنان في اشياء كثير مواضيع مهمه المرأة لم تصل إلى بعد، وبالتالي عمالها نركز على حقوقها بالسياسه، وكأنه اذا وصلت لهالحق بتكون وصلت للي بدها اياه. اليوم لما بنطلع على القطاع الخاص، القطاع الخاص أكبر دليل أنه النساء ممكن يوصلوا لحقوقهم من دون كوتا. لما نطلع بالقطاع المصرفي، أكثر من 50% من العاملات فيه صاروا اليوم نساء، وما نحط كوتا لأنه بمصرفنا بالتحديد بالبي ال سي أكثر من 50% من القروض للأس ام ايز صاروا أو بالتساوي مع الرجال، وهذا ما حدا جبرنا فيه أو حط لنا كوتا. وبالتالي المرأة بكفاحها وبجهدها وبدراستها وبإمكانياتها الخاصة وصلت للي له. هلا السياسه طبعا معترك صعب، وبفتكر المراه هي من نفسها بعدت عن السياسه، لانه السياسه فيها كثير من المساومات، والانسات عاده والستات ما بيعرفوا يساوموا المساومات اللي بيعملوها الرجال بالسياسه، ومنشان هيك ما كان لهم دور. نحن بنفتخر انه في عندنا اليوم ست عم تمثلنا، وبنتامل يكون في غيرها، ولكن لا اظن انه القانون او كوتا هو اللي حيوصل لهم حقوقهم. نعم، شو اللي حيوصل لهم حقوقهم؟ انا برايي جهدهم، ومثل ما برهنوا بكل المجالات اليوم بالسياسه، ستنا هون وزيرتنا هي حتبرهن انه حيكون لها دور. لو ما كانت من فريق داعم ما كانت وصلت. ما كلهم بفرقه داعمين، يعني اليوم نحن عم ننتخب مجلس نيابي، عم نعرف راس الليسته تبعيته، والباقيين كلهم عم بيكونوا يعني شبه مجهولين لنا. نعم رئيسة، حضرتك بتوافقي انه رح تقدر توصل بمجهود المرأة؟ اعطيني رأيك كشخص ناضل تيوصل، هل المرأة تستطيع ان تصل فقط بمجهودها بالشأن السياسي؟ انا ماني متفقة كثير مع الشيء اللي قاله الاستاذ نديم قصار. اليوم فخامة الرئيس جنرال ميشيل عون عم يسعى للوصول لقانون عادل تتمثل في كل فئة المجتمع، كل فئة حسب حجمها. طيب هالمرة اللي هي اليوم ما لا يقل عن 52% من الشعب اللبناني، ما لها حق هي تكون بين هالفئات اللي رح تنصف وينقام الإشحاف عنا بالاستهتار بقدراتها. ما وصل وقت من بعد ما دخلت سوق العمل تثقفت وصار عندها ثقة بنفسها وأثبتت إنه هي قادرة تحقق اللي بدها إياه. اليوم هالمرة هاي اللبنانية ما بقى تقبل بولي جبري أو بوصي يمثلها ويحكي عنها متنا بتفرض القوانين الطائفية. أوكي خليني نكمل. بس وين ضده؟ هلأ ضده بالقضية الكوتا، حيث نعم. لا توصل المرة نظرا للذهنية الذكورية الفوقية هاللي موجودة بلبنان من قديم وجر. أوكي وعدم الثقة بقدرات المرة لحديت هلأ، لا البد من كوتا كوسيلة مرحلية لحتى تقدر المرأة تدخل العمل السياسي تثبت انه هي قادرة على شيء، وبعدين ما بقعد في زوم للكوتا بصف الناس توثق فيها وتنتخبها. نحن مشكلتنا كانت عدم ثقة المرأة
بحالها. نعم. عدم ثقة المرأة بالمرأة، عدم ثقة الرجال بالمرأة. نعم. بالنسبة للعمل السياسي اليوم في ذهنية جديدة بدنا نقلقها بالبلد. بس ست أرليت حضرتك عم تحكي بشيل التيار الوطني الحر اللي أنت جزء منه، منه موافق عليه بعد يعني. كيف منه موافق؟ منه موافق على الكوتا النسائية إلا في حال يعني صارت الهيئة كلها متوافقة عليها، موافق على أنه ينزل اسم كل سيدة على لائحة، يعني يكون في بكل لائحة سيدة بتمثل التيار، بس الكوتا بعد ما أعلنت من قبل التيار. بعد ما أعلنت مزبوط، بس أنا بأمن أنه المرأة لحتى توصل بدها تأهيل سياسي، مثل واحد ليمارس أي مهنة بيتعلم الأصول وبيتأهل عليها قبل ما يوصل لها. يا ملا اليوم التيار الوطني الحر أخضع، طلبوا مني ومن غيري من الستات اختارون أنه نخضع لتأهيل سياسي على ثلاث مراحل. نعم. وكان تأهيل حلو كتير، فإذا ما بدهم يينا لشو عم بأهلونا لندخل العمل السياسي هلأ. نعم. كانوا بيختارونا وبحطونا على كل لوائح عمل عظيم أو بكون في كوتا، النتيجة هي هي، المهم توصل المرأة على المجلس النيابي. المجلس النيابي هو ممثل الشعب والمرأة لها حق تكون فيه. شو رأيك بهذا الطرح؟ أنا يعني أولا قلت ما ضد الكوتا. نعم. بس قلت الكوتا ما بتوصل على حقوق المرأة، لأنه في عندها حقوق بديهية مثل ما تفضلت وقلتي بفتح حسابات بمصرف بأشياء. نعم. حنطرحه بالتفصيل. ما بتوصلها على حقوقها بس موضوع الكوتا. ويلي بحب ضيفه انه اليوم في كلمة قالته ست أرليت انه عم بيأهلون. انا بعتبر ما في كتير من السياسيين الموجودين بدهم تأهيل. ما فيكي ما تقولي انه معه حق، يعني عم بأهلوا سيدين السفنة. وبالتالي يعني معلش ما بقول الكلمة، بعتبرها مش من قيمتها للست انه يأهلوها، بالعكس هي بتأهلهم يمكن وعندها مواصفات اهم من مواصفاتهم. وبالتالي انه نقول انه بدنا نأهل النساء ليكونوا نواب، ليش؟ ماني شايف انه اللي موجودين احسن منه. نعم. او احسن منك ستنا. تسلم. انا بشكرك على ثقتك فيي، بس كثير مهم دخول المرأة لعمل السياسي. بس هو معه، أنا معك بهالشيء. عليك ما بعرف مع عليك هيدا النقاش. أنا على طول حتى مرة قلته بمجلس الوزراء، يعني لما عم يحكوا، لما كنا عم نناقش البيان الوزاري وإذا منحط الكوتا ضمن البيان الوزاري أما لا، كانوا عم يقولوا إنه ممكن السيدات مش مؤهلين أو مش مؤهلات كفاية. قلت لهم يعني أنتوا عم تفترضوا إنه كل الرجال يلي عنا بيشتغلوا بالسياسة مؤهلين، مع إنه نحنا مش شايفين هيدا الشيء أبداً. والحقيقة بالقطاع الرسمي وبالقطاع العام وبالوظائف أوقات كتير بتحسي إنه في متطلبات مطلوبة من المرأة مؤهلات، في ضغط عليها لحتى تفرجي مؤهلات أعلى من الرجل بسبب هالثقافة. نعم. يلي موجودة بالمجتمع. نعم. وهيدا عيني يعني اليوم اللي عم يحكي أستاذ نديم، لو أنه نحن شوي عم نقول يمكن أحزاب معينة ما بتفوت أو ما بتوافق عليه، إنما بتحس أنه ببعض المحلات عم ينحط هيدا الإطار أنه كأنه هي لا تصلح لإدارة منزل. طب اللي بتصلح لإدارة منزل وتقسيم الأموال والمداخيل وبتربي الأولاد وعندها أجيال وبترجع بتربي عائلة، بترجع طبعاً. بتنزل بتشتغل ببنك، بتستلم ديبارتمون. قدي نسبة السيدات عندكم بالبنك مثلا بالأقصى؟ اليوم تجاوزوا 50%. والأهم مثلاً، يعني من كم سنة ما كنا نشوف مثلا أنسة مديرة فرع، اليوم صار عندنا كم كبير من الأنسات هن مدراء فروع وهن مستلمين الفرع من أوله لآخره، وبالتالي عندهم المؤهلات الكافية. أنا بعتبر واليوم عندهم هالمؤهلات لأنه هن يشتغلوا على نفسهم. نعم. لا ساعدهم قانون ولا ساعدهم كوتا. مش ضد القانون ولا الكوتا، بس بعتبر هيدي مثل زيت رمل بالعيون، انه اذا عملنا لهم هالكوتا فوصلت المراه الى حقوقها. بعتبر بعدها بعيده بهالموضوع. نعم. بس في طريقه هي المشكله انه كيف بدك تدخلها ما هي مسكره عليها بالقانون. بدك تدخلها باي طريقه؟ بدك تنزلها على الطريق تتظاهر، لانه بدك تعلي صوتها مشان السياسه محرزه تتظاهر، ولا في اشياء اهم؟ لا مش منشان السياسه الحقيقه، منشان المشاركه بصنع القرار الوطني. حلو. منشان السياسه، ولحتى نعطي يمكن نقدر نحن نعطي طريقه اخرى للتعامل مع القضايا الوطنيه. بعد يعني جربنا الرجال سنين طويله، خلونا انا مرايك انا مع انه يعطون 50%. خلونا نشارك بالنسبة. بعدين نحن موجودين بكل نواحي الحياه. انا بقول لهم اي منصب بنسعى له بالحياه بالسياسه وبغير السياسه هو وسيله وليس هدف.
نحن بنوصل له لحتى نمارس من خلاله دور معين. يمكن هي الست بهالمواقع اللي بتوصل لها كان من كنائبة أو كوزيرة تساعد بأنه تغير، تدعم المرأة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، ولأنه تمكين المرأة وتحسين أوضاع المرأة هو تحسين لأوضاع المجتمع الحقيقة. الأم المرأة هي الأم اللي بتربي الأولاد والأجيال والرجال والسيدات، يعني indirectly بطريقة غير مباشرة هي عم تصنع وطن، خلوها تساهم كمان بطريقة مباشرة. نعم. ضروري. والكلمة استعملتيها ستنا قلتي نعم. نائبة وثم قلتي نائب، يعني حتى الكلمة هي بلغوية بس وزير فقط وزيرة بقول لهم نعم. بليز أنا متمسكة بالتأنيس نعم. بدي إياها بوزيرة. مع الكوتا لدخول أي مرة العمل السياسي، نحن أول شيء بدنا نعرف نختار أي مرة عندها مؤهلات لتأدي شيء، تعطي شيء للوطن وقت تكون مجلس نواب، وبدنا نأهلها. اليوم عندي قانون، يعني صار لي أول حدا لفت لي نظري عليه هو الأستاذ نديم قصر، لأنه كان في حادثة عم نحكي عنها عن سيدة حبت تفتح حساب لابنها بقلب أحد البنوك، وابنها تحت 18 سنة ما قبل البنك يفتح لها. قعدنا نفتش شو اسمه هيدا الشيء اللي ما قبل البنك يفتح حساب لسيدة هي منتي بي ولي جبري، بقى بي ولي جبري، وخصوصا اذا كان في اي نوع من خلاف بين الام والبي او اي شيء انه ما بتقدر تفتح الحساب. سالته الاستاذ نديم واليوم موجود في شيء اسمه الحساب الائتماني بقلسب هو عم يخرقه، وفي غير بنوك بحكم عرف قبل جمعيه المصارف انها تكون موجودة فيه، ولكن بعض البنوك ما بتمشي فيه لأنه بيخضع لولي للبي للأب اللي هو ولي. هيدا الموضوع لكم دور كتير كبير فيه كبقلسي ومن البنوك اللي خرقوا، شو رأيك فيه كقانون؟ أولا هو تعميم، والتعميم مش بالمعنى الإلزامي من جمعية المصارف يلي بتعطي توصية للمصارف، ولقيت مثل ثغرة بالقانون بتسمح أنه نفتح حساب عن طريق يلي بسموه كونت فيديسير. نعم. فبده يمرق من مصرف الى اخر لتقدر الست تعمل شغله. فيها ثغره صغيره بالقانون، مش ضد القانون، ثغره بالقانون، ولكن بعض البنوك بيتفادوها لانه ما بدهم مشاكل وما بدهم وجع راس. البي ال سي قرر انه هالموضوع ممكن يساعد المراه، لانه المشكل انه اليوم عم نعطي للمراه امكانيه يصير عندها ثروه، امكانيه يصير عندها فلوس بما فيه الكفاية، وما بنعطيها مجال تقدر تعطي هالفلوس لأولادها وتخليهم يكونوا هن الورثة، يعني إذا كانوا صغار بالعمر. مثل ما تفضلوا قالوا الولي الجبري هو الرجل، وبالتالي الأم بدها ترجع له بمعظم المواضيع المهمة بحياة أولادها بما أنه هي مساهمة. نحن عمالا نجرب نحطها بس النطاق المالي، إذا أنسة أو مرأة عندها فلوس لازم من حقها تقدر تحطهم باسمه. طيب وين بتحمي حالك بالقانون فيه؟ القانون بيسمح، ما لانه بنك فيديوسير هيدا شغله يعني كركوبي شرح لكم اياها على التلفزيون، ولكن مصرف جمعيه المصارف عمل دراسه وقال انه هيدا ممكن يستعمل بهالخانه، وهذا اللي عم نعمله لتسهيل امر المراه ليس الا. طيب ليه غير بنوكي ما بتعمله؟ حسب ما هيدا بالاخر الادارات هي بتقرر وين لها مصلحه وين ما لها مصلحه، لانه يعني ما كمان في موضوع انه هيدي شيء ديني. انا لا اظن في رجل دين ما بيريد انه ام تورث اولادها، هيدي شيء يعني غير شرعي وغير منطقي نعم وغير ديني. رح اخذ راي قانوني، هل بتوقف عند الاحوال الشخصيه هيدا الموضوع؟ اول شيء في شيء بدي اضيفه على الشيء اللي قاله مسيو قصار، انه في القانون رقم 520 اللي صدر سنة 96 اللي كرس العائد الائتماني. نعم. هيدا شيء قانوني لحساب الائتماني، لحساب او العائد. نعم. سموه عائد. نعم. بعدين جمعية المصارف بنته من بعد ما البي ال سي اجتمعت بالشيء اسمه جي بي اي جلوبال بانكينج الاينس، هي تجمع البنك الدولي ومصارف ضخمه كثير بالعالم، وكانوا موجودين واقتنعوا بالفكره، شجعت عليها، واول مصرف بالعالم اللي طبق الحساب الائتماني هو مصرف الويست باك الاسترالي، وكان نجاح فظيع، يعني نسوان هجمت على البنك واودعت مصرياتها والبنك ربح والنساء ربحت. ساعتها البي ال سي بشجاعتها معترف فيها قررت انه
ما تعود تصدم النسوان وتعطيها الإمكانية. وجمعية المصاريف وافقت على تطبيق القانون على هالحساب الائتماني. هاي شغلة كتير مهمة. طب نعم، بس في مشاكل، في سيدات عندها مشاكل. رح بقول لك شو المشاكل. مشاكل أنا مش من رأيي إنه الدين لازم يدخل بالحياة تبع كل يوم. يعني المسيح سلم على اسمه قال أعطوا لأيسر ما لأيسر وللرب ما للرب، وإجا يقول أنا مملكتي ليست من هذا العالم. لا. نحن حتى بالفاتيكان في شيء اسمه قانون مدني، وفي شيء اسمه الدين، في شيء اسمه زواج مدني إلزامي بإيطاليا، وفي شيء اسمه زواج ديني. اليوم ليه نحن بدنا نضمنا ماشيين على الأفكار الطائفية؟ ليه نحن ما بدنا نفتكر انه بدنا نبني وطن مع انتماء لوطن على اساس قانون مدني مش لطائفي ولا ديني؟ نعم، بس هذا الدين هو علاقتي انا مع ربي. نعم، انا مؤمنه ومارس طقوس الدينيه، علاقتي مع ربي. ما بعرف شو رايك. انا بعرف انه ممكن بيخلق حساسيات لما بيكون في شيء له علاقه بالاحوال الشخصيه، بس هيدا الموضوع ما له علاقه الحقيقه بالاحوال الشخصيه الدينيه. يعني انا بعرف، بعتقد اني بعرف انه من وجهه نظر اسلاميه هيدا الموضوع ما له علاقه بالاحوال الشخصيه. نعم، وكمان في باسم الولي، باسم الولي على الشخص ما بعتقد. نعم. وفي وبعدين في اجتهادات قانونيه بتقول انه منع اعطاء المراه هالحق هو منافي لتعاليم الدستور اللبناني. ونحن عندنا كمان من بعد فاتيكان. فاذا هلا لقيت انه ما في مشكل، وهو في مشكل، ما في مشكل بالدين اذا بنعرف نطبق المشكله بالقانون. بده القانون يصير واضح. عماله يتحججوا انه في شيء ديني، بس انا اظن بالاسلام واكيد بالمسيحيه كمان ما في شيء بيمنع ام تفتح حساب. يطلعوا لنا نص من القران او من الانجيل بيقول انه ممنوع مره تكون عندها حساب مع، او تقدر تعطي ولدها إمكانية الإرث المباشر، بدها تمرق بالزوج، مش موجودة الحديث. فهيدي شغلة بفهم منك أستاذ نديم إنه هيدا عرف متوافق عليه وماشي يعني، وما في قانون واضح بشيله يعني. نحن هل قانون هذا اللي بيمنعنا نفتح حساب مع مرة وأم وابنها موجود؟ نتمنى يلتغى، بما إنه صار حيصير عنا نواب نساء وصار عنا وزراء نساء. هدول هون كنت عم اقول لك انه الاولويات انا برايي مشان المراه ليس بالنيابه فقط، في عندها حقوق بسيطه ما عم توصل لها، صار حلنا بقى نشتغل عليهم ونلاقي لهم. هلا صارت شغله الوزير اوغاسيبيون من خلال وزاره عم نحمل كثير. لا طبعا هذه امور تحية وبنطالبه. وهي بعتقد من الاشياء اللي ذكرها بالمؤتمر الصحفي لما اطلقوا بحط الخطه، بحط الخطه من الاشياء اللي ذكرها. نعم. هلا في شغله بدي الفت نظر لها بالنسبه للطوائف الكاثوليكيه، حس انا مارونيه. نعم، هي بعرفها. اوكي، الطوائف الكاثوليكيه طورت قوانينا من بعد فاتيكان اثنين بشكل فظيع، والشرع قوانينها اللي بتطبق على الطوائف الشرقيه وعلى الموارنه صار بالنص على انه بالزواج بيخلق بينشا بين الزوجين شركه حياه وحب، شركه يعني على قدم المساواه، وانه بيتحملوا بالتساوي بين بعضهم الواجبات والحقوق، وعندهم زيت الحقوق في تربيه. نعم. الاولاد. هلا هيدا التطور الفظيع اللي اجى اخر شيء يحكي بالماده 173 من النظام الماروني، بيجي بيحكي عن تفعيل دور المراه برات العائله بالاضافه على دورها بتربيه الاولاد مع جوزها، بتساوي مع جوزها، وبيحكي عن رفع الظلم اللي لاحق بالمرأة من وراء الاستهتار بإمكانياتها. يعني اليوم في تطور بالكنيسة الكاثوليكية، بس التطور بعده مش واضح. بس على المشكلة وين؟ المشكلة مش وين؟ واضح على الأرض. لكمل يعني. المشكلة وين؟ المشكلة إنه من بعد ما طلعت هالمجموعة قوانين الطوائف الشرقية وطلع قانون نظام جديد للموارنة، ما كملوا منطقيا النتائج، يعني ما عدلوا القوانين اللي عمرها صار 60 70 سنة عند الموارنة، واللي بعدها بتقول انه البي هو الولي الجبري، وانه هو بيتصرف، في مادة بتقول انه هو بيتصرف بممتلكات ولاده القاصرين. نعم. هون المشكلة، هون من جهة من زواج هي شراكة بين الرجل والمرأة بينشئ عنا حقوق متساوية، من جهة ثانية ما منعدل الناس اللي بقول الرجل بيتصرف لحاله بممتلكات ولاده القاصرين. يعني صار في
نعم، فإذا عندنا مشكلة وهيدي المشكلة حضرتهم عم بجربوا يحلوها بيوصلوا لمحل ما بعرف إذا حدا إذا بي تشكى بتقدروا توقفوها؟ اليوم باللي موجود هي عم يكون الولد هو الوريث لهالحساب على بلوغ السن القانوني، يعني نوع من إذا بدك لفة على القانون لحتى ما يقدر يوقف مش ما بدي سميها هي صغرة. نعم. استعملت لحماية المرأة وإعطائها بعض من الحقوق اللي هي ما عم تحصل لهم. هلا بس في بند حساب الائتماني هيس محطوط فيه، انا تعمقت فيها اليومين شوي صغيره، محطوط انه ما نكون مجبورين تعلموا بفتح الحساب، هذا الحساب في ضم سري سري، ما هو شروط عملوا طريقه لحتى يقدروا لا شروط عليك. الحساب الائتماني بتحدده المراه مع المصرف، هي حره تقول انه بتبلغوا ابني او بنتي وصور عمرهم 18 سنه انه في مصاري انا اودعتهم باسمه بتصرفهم. مظبوط. نعم. قبل هيدا لإلها يا أملا. مظبوط. رح تقول ما بريد حدا يعرف. مشان هيك ما هي مصريتها عم تحكي. مشان هيك عم بقول ما خلفنا القانون، ما فاتحين إيه؟ حساب بين مع أم وابنها، ولكن شيء ائتماني لما يبلغ السن القانوني بصير بتصرفه، ببطل الأب عنده إمكانية يحط إيده عليه. نعم، يعني نحن لحتى ننهي هيدا النقاش، فإذا نحن قدام بس طلب معين لحتى تتسهل كل هيدا الأمور، نحاول قد ما فينا هذه الثغرة في القانون نقدر نكون موضحينها أكثر، ونقول إنه من خلال هيدا الحديث كمان إنه في أشياء كثيرة لازم نبلش فيها، هيدي نقطة كثير صغيرة ببحر هالأشياء الكبيرة اللي عم نحكي بدك عليها. اسمحي لي بس دي شغلة واحدة الفقرة بدي ودع هني البي ال سي عالشي هاللي عملوه، بحيث هيدا الشيء اللي حققوه بلبنان استعملوه بالجي بي اي كمثلا ينشروه بكل بلاد العالم. وتانيا مسلمة اللي هي رئيسة مديرة الفرع انتخبوها هديك السنة رئيسة الجلوبال بانكينج. شو عندك معلومات أكثر من أستاذ نديم؟ خلص أنا بحب أدرس ملفي بقى. أنا بدي هني البي ال سي، حيث أنتوا عم تعطوا المثل الصالح لكل بنوك لبنان ليعملوا مثلكم، وعم تعملوا المثل الصالح لكل البنوك بالعالم. اليوم تجربتكم انتشرت عالميا عشيرتك. بقى تهيني من صميم القلب باسم كل ولا ما كنت عارفه انه رح اوصل لتهنئه بهيدي الفقره للبقى لسه من حصنه بيروت اليوم. لا بالفعل ما عليك برافو. ما بعرف اذا بتحبي هيك لانك حضرتك رح تغادرينا بهيدي الفقره، نحن متشكر حضورك اللي كثير هيك مضيء ومتالق، اذا بتحبي تقولي شيء لانه الرئيسه أرلات جريساتي والاستاذ نديم قصر رح يبقوا معنا، انما حضرتك اذا بتحبي تضيفي اي شيء قبل ما نختم هالفقره. انا بحب هني المراه بعيد أو بهالشهر، ومثل ما واضح أنه وضع المرأة هالأيام منطلق منفتح، يعني في هيك موعودين بانطلاقة جديدة بحركة جديدة بنشاط جديد. إن شاء الله سنة الجاي مثل هالوقت بنكون حققنا قسم كبير من المطالب، بتكون الثقافة حولها الموضوع تحسن مستواها، بيكون كل هيئة وكل فرد بهالمجتمع أخذ دوره، وحقيقة ما في مجتمع بينجح إذا المرأة فيه مش ناجحة. شكرا جزيلا من. شكرا جزيلا معاليك، نحن متمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله تضل هيك وزارتك فيها بصمات أنثوية وتوارثيها لأكثر من سيدة كمان تقدر تعمل إنجاز. شكرا جزيلا. نتلاقى بالفقرة الأخيرة بعد البريك من على سطوح بيروت، وستضيء الفقرة الفنانة ندى بو فرحت. عندي حلم، ليش الرجال بيتسلقوا على الجبال والنساء ما بيقدروا؟ قلني له شو بدك؟ في امرأة واحدة بالوزارة كانت معكم ضيفة، هي كيف تقبل؟ المرأة بتكون هي عائق بوجه امرأة تانية. أنا عندي أمل كتير ليه؟ حيث في شيء جديد اليوم على الساحة هو حراك المجتمع المدني. لازم المرأة كمان تشتغل على نفسها ويكون عندها نظرة لنفسها أعلى من ما هي عودوها تكون. عندك بالدنيا أنت وولادك وجوزك وشغلك. تابعين معكم الفقرة الأخيرة من على سطوح بيروت بالحلقة المميزة واللي تعنى بشؤون المرأة وبكيفية تمكينها في العمل السياسي والاجتماعي، وأكيد للحيز الفني له أكبر دور بإيصال هذه الصورة وبإيصال هذا الصوت. بيسعدني أني رحب بالسيدة الفنانة ندى أبو فرحات بفقرتنا هلأ. أهلا وسهلا فيك ندى. أهلا فيك. نورة على سطوح بيروت. مرسي. نورين على سطوح بيروت. اسم الله. نورين تنيناتكم. واكيد اهلا وسهلا فيك عن جديد القاضيه أرلات جريساتي. اهلا وسهلا فيك كمان رئيس مجلس اداره بي ال سي الاستاذ نديم قصار. رح احاول استاذ نديم بهذا المحور هيك شوي
نحط دور الفن وطريقة إيصال إذا بدك صوت المرأة. وكانت ندى أبو فرحات من أهم الداعيين إن كان بحركتها الفنية أو بحركتها الاجتماعية بكتير من الوقفات اللي وقفت فيها نادي إعطاء الجنسية الأم لابنها بالعنف الأسري، وكمان هلأ بمسرحية اللي حتحكينا عنها أكتر عندها صوت بيوصل عن إذا بدك كل شيء بتعترض له المرأة. فإذا للفن دور كتير كبير، وبالوي انيسياتيف اللي حضرتكم أطلقتوها كان في محل لأكثر من حالة أو لأكثر من مجال. خبرني شوي عنها، وهل للفن مكان بهالمشروع؟ لما فرنسا بانك أخذ أكترية أسهم البي إل سي من 10 سنين واستلمت إدارة جديدة برئاسة الرئيس موريس سحناوي، جربنا نموضع حالنا ونفتش على نيش أو على شريحة من المجتمع اللبناني نقدر نلبي له طموحاته ونقدر ننمي البنكنا على هالفكرة. فجرت دراسة ولقينا أنه المرأة مهمشة كتير بلبنان إن كان اقتصاديا أو بمجالات أخرى، فجرت دراسة طويلة عريضة وبآخرها أخذنا كاستراتيجي انه ننمي دور المرأة في الاقتصاد اللبناني. حلو. وعلى اساسه دخلنا بمعترك كمان بالخارج، فالجي بي اي كنت عم تحكي عنه ستنا من شوي، واحد المواضيع اللي دخلنا له بقوه كمان الواب يلي هو ومن امباورمنت برينسيبل يلي هي مبادئ عامه لتنميه المرأة. نحن اليوم سبيكرز هونيك كل سنه بيدعونا، صار البي ال سي من بعد 10 سنين مدرسه لغيره، كل سنه بنعمل كونفرنسز لريجنال بنوك ريجنال ومنهم باوروبا، بنشرح لهم كيف وصلنا للي وصلنا له، شو عملنا، شو هي الخطوات اللي مشينا فيها لوصلنا لهون. بعد هالفتره بعطيك شويه ارقام، زادت ودايعنا للنساء ب 79%، زادت بالاس ام اي الاقتراض النساء 51%، وبالتالي هالنيشة اللي نقيناها هالشريحه من المجتمع كانت مجدية وعاوننا فيها النساء ووصلناهم إلى بعض أحلامهم يلي هي كانوا يفتح أمرار، كان أحلام كتير صغيرة، يفتح فرن، يفتح محل، تفتح دكانة، ما كان عندها الإمكانية، ما كانت تلاقي مين يسلفها يقولوا لها روحي جيبي جوزك ليكفلك أو شيء من هالنوع. نحن آمنا فيهم لجدارتهم وإمكانيتهم وقدروا وصلوا، وبنشوف كل سنة تستيمونيز وبنشوف كل سنة بيجوا بيشهدوا للي البي ال سي عاونهم فيه ووصلهم. آخر وحدة هو حلم شوي غريب، في آنسة حبت تتسلق الجبال واجت على البي ال سي وهي جويس عزام، قال إنه أنا عندي حلم، ليش رجال بيتسلقوا على الجبال والنساء ما بيقدروا؟ قلنا له شو بدك؟ قال لازمني شوية دعم مادي لا أقدر هذا، واسم الله عليها عربشت ووصلت الى اكبر. ان شاء الله بتكون معنا بحلقه كمان تخبرنا عن هالتجربه. بقى يعني امرار الحلم بيكون صغير، امرار بيكون كبير، المهم تقدر تحققه. نعم. حلو. يعني بس بدي بس هيك، في للفن دعم، في للرياضه، في للنشاطات الفكريه، في لل اذا بدنا نقول الاختراعات، يعني في اكثر من سيده شفناه هون. الفن بمكان معين ان بالمسرح او بالسينما او بالغناء او بالتاليف الموسيقي، هل عم تفكروا انكم تحطوا خطه انمائيه بهيدا بالوي انيشيتيف للسيدات؟ الحمد لله ما بينقصوا الفستيفلز اللي بينعملوا بلبنان، فمصرفنا له دور كغيره دور بدعمهم وتلبية حاجاتهم. يا هل ترى عاملين بلان معين لدعم المخصص للفن؟ بعد شغلة مش مطروحة بس لازم تندرس. فيني أقول لك أنه مثلا آخر كليب لوردي وردي الجزائرية الفنانة الراحلة اللي عمله وقتها فرنسا بانكو اللي ساهم بإنتاجه وتوزيعه. فلا الفن بمجموعتنا دعم كبير، ممكن أكيد نحسنه ونحفزه إذا لازم. نعم عظيم كفنانة. بس تسمعي هيدا الحديث وكامرأة مناضلة أنا بسميكي، يعني اليوم وجودك معنا هو جزء أو أساسي من هذه الحلقة بدفع إلى تمكين المرأة في الشأن السياسي والاجتماعي. شو هيك بيجي على بالك أول انطباع بعد هيدا الحديث؟ كامرأة أكيد بكون كتير مبسوطة، وكإنسانة كمان كمواطنة لبنانية، لأنه المرأة بدها دعم صغير بس لا تقدر توصل، يعني إن كان بالسياسة ولا إن كان بالدعم الاجتماعي ولا الاقتصادي، يعني دايما في النساء جاهزات
يعني نحن حاضرين لنفوت بحال مجال نحن عبالنا نفوت فيه وعارفين حالنا بنبرع فيه، جاهزين، جهوزية موجودة، بس بدنا حقوق وبدنا دعم. نعم. فطالما في دعم شوفي قديش نساء وصلوا وفتحوا مشاريع يعني. فهلا ان شاء الله هلا فنيا طبعا ان شاء الله يكون مشروعكم ب 2017 داخله اعمال فنيه اكثر من المهرجانات والفيديو كليبات. اكيد بتمنى تدعموا المسرح، طبعا بتمنى تدعموا السينما مثلا، اكيد تلفزيون ما بدها كثير دعم. من الناحيه السياسيه والمشاركه اللي من هلا من الناحيه السياسيه طبعا بدنا دعم كثير قوي. بتحسي انه رح نوصل لمحل هلا يعني. اليوم اليوم كان في يعني صار في شويه امل. الوزير جاؤوا غصبنيا اعلن خطه مدعومه طبعا. نعم. وهيدا خطوه جيده كثير يعني. قبل ما اوصل لهون ما كان عندي امل صراحه واصله لكنت حيط مسدود بلبنان، بس بالرغم من هيدا الشيء دائما من الداعمين اكيد ودائما صرختي عم تطلع يعني، بس كان في ما في امل. بس اليوم سمعت انه لا صار في شويه خطوه جيده وان شاء الله ان شاء الله نقدر نطبق على القليله القوانين الانسانيه عاديك على القوانين طبعا الاجتماعيه، بس انه عندك قوانين انسانيه يعني العنف ضد المراه والجنسيه يعني هو اللي اهم شيء، والكوتا النسائيه يعني هو اللي يمكن برايوريتيز. نعم. بعدين بنرجع للقصص الاجتماعيه والفنيه. نعم. فهو اللي على القليله هول ينمضوا القوانين. تعتبري انه مشاركه المراه بالعمل السياسي هي اولويه لازم تكون بحياتها؟ بحياتها هي يمكن اذا هيدا خيارها، اكيد دائما الخيار هو الاولويه، بس عم بحكي عن دعم المراه بالاجمال هو لازم يجي طبعا من الدوله من القوانين مش طبعا من مش من الرجل كمان اللي لازم يؤمن بقدراته؟ ما هو الرجل اللي حاطط القوانين يعني. نعم. هو الرجل اللي قامع الامراه. ايه الدعم بيجي من 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 الدوله ودعم، واذا مش قانون الكوتا النسائي انا اكيد انه المراه حيكون حيكون تقريبا بمساواه الرجل بخطوات اسهل واسرع يعني اكيد. نعم. ست أرلات شو رايك بالحديث يعني من ناحيه دعم المراه ماديا وصولا الى بدنا نقول راي ندى السياسي والاجتماعي؟ بقى بتلخصي الامور بطريقه انه المراه تستطيع ان توجد حالها بكل مكان اذا كان في لها حافز ومحفز. في شيء جديد اليوم على السياحه هو حراك المجتمع المدني. قبل نحن كنا الصامت الاكبر المجتمع، اليوم الجيل الجديد ما بقى عم بيقبل بالشيء المفروض عليه من قبل، اليوم عم بيتجمع. وانا ادهشت وقت لقيت انه في 150 جمعيه نسائيه، انا ما بحياتي اشتركت بجمعيه نسائيه، حس كنت ملهيه غطسه لفوق راسي بمهنتي كقاضي، ما عندي وقت اكثر من اهتم بعائلتي وشغلي. 150 مره مضت وثيقه سوا يطالبوا. نعم. عملوا تحالف معهم مع المجلس، يتحالفوا ليطالبوا بالكوتا، يعملوا خطوات مع نسوان رائدات كلهم سوا. هي سابقه فظيعه الشكل تضامن النسوان، ما انا معودين عليها. بس الشيء الاحلى انه كان في رجال معهم، انه وقت عم ينزلوا على الشارع يطالبوا بحقوقهم رجال ونساء عم بيطالبوا. ما بيتغير المجتمع الا بوقت هل المجتمع المدني بيتحرك. نعم. انا هيدا رايي. بيضغط، بصير في لوبينج، بيضغط على السلطه لتغير القوانين. اذا ما تضامنا ما فينا نوصل لكسر الرواسب الماضي والذهنيه المتخلفه هل كانت قبل ما نحن نوصل، ولازم نعمل شيء لنغيرها. هلا نعم. المراه مسؤوليتها كثير كبيره، بس انا بقول رجل كمان. ليه؟ حيث المرأة هلا عم تتسقف عم بتربي ولادها، هي عم تتعامل مع جوزها. إذا تعاملت مع جوزها على أساس إنه هي شركة حياة وحب بين بعضهم وسوا بدهم يبنوا العيلة ويربوا ولادهم على أساس إنه البنت والصبي متساويين وسوا بدنا نبني وطن، نبني مؤسسات. اليوم وقت هلي نسبة المرأة بصنع القرار عم بتزيد، هي إحصاء دولية، نسبة الفساد عم بينقص. نعم. يعني البلد بيستفيد من. نعم. دخول المرأة بكل الميادين. تعتبر أنه المرأة في الاقتصاد خصوصا بالاقتصاد اللبناني قدرت توصل بمكان ما إلى إنشاء قاعدة اقتصادية عملية لإلها؟ أنا بفتكر حتى تخططها يعني، لما نحن لبنان يعتبر قدوي بالشرق الأوسط ومن منطقتنا لوين المرأة بتقدر توصل. اليوم عندنا طابع أوروبي يعتبر وطابع شرقي، ولكن قدرنا نعمل
إكوليبريوم بين اثنين. نعم، توازن. توازن بين اثنين، بما ظلت هالمرأة محافظة على أنيستها اللي معروفة فيها بالشر، ولكن قدرت تاخذ استقلالية بعملها وقدرت تثبت حالها على الأرض. وبالتالي اليوم ما في شيء بيمنع المرأة توصل إلى وين ما أرادت أن توصل، إلى أكبر أعلى القمم مثل ما حكينا من شوي. فبس علي أنه تريد ذلك، يعني اليوم المرأة درست ووصلت صارت بالعلم مثلها مثل الرجال، هي كمان بدها تغير نظرتها بنفسها. عمل البي ال سي كليبات صغار شوي كوميكية أو هزلية، بتعطي رأي المجتمع بالمرأة ببعض الميادين، بما أنه سواقة بتلاقي رأي المرأة بنفسها قليل، أقل من الرجل. وبالتالي لازم المرأة كمان تشتغل على نفسها ويكون عندها نظرة لنفسها أعلى من ما هي عودوها تكون. في شغلة كمان على المرأة، أن تتقبل المرأة كمان لحتى تقدر تساعدها، لأنه بأوقات كثيرة المرأة بتكون هي عائق بوجه امرأة تانية. يعني بعطيك بس نموذج صغير عن القيادة. كل النساء كان رأيهم أنه المرأة ما بتعرف تسوق، بينما 75% من الحوادث السير المميتة بين الرجال، نسوين ما لهم علاقة فيه. بس هن لأنه شبعوا هيك مشبعين، السيدات بيكونوا أنه أنتوا ما بتعرفوا تسوقوا، أنا عم علمك، الرجل عم بيعلمك، أنا بخليك هيدا بقى اقتنعت. هيدا كله من, 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 من التربية. نعم. يعني الإدوكاسيون كتير مهمة. نعم. المرأة لوحدها ما فيها تقوي ثقتها بنفسها، كتير صعبة. نحن عملناها، نحن ضحية المجتمع وضحية التربية إذا بدك العربية، بس النساء مثلي قدروا إذا بدك يعملوا ستيب لوحدهم ويغيروا رأيهم بحالهم. بس في كتير نساء ما نون قادرين، منهم كلير. كلير هي شخصيتي بالمسرحية. فالموضوع هو انك تشتغلي من الاساس، من هو الادوكاسيون، من ايه، من التربيه، من البيت، التربية. من المدرسه، من المدرسه اللي بدك تمشي عليه. نعم. مدرسه اهم من البيت، لانه البيت ما بتعرف، الاهل يمكن يكونوا عندهم عقد نفسيه اكثر من ما شايفين. يعني مزبوط. المدرسه هي الاساس كمان. نعم. البيت طبعا مهم. نعم. بدك تخبريني شوي عن كلير وحبلي. كلير هي عايشه ضحيه المجتمع اللبناني. يعني كلير هي شخصيه اول شيء ضعيفه ساذجه اذا بدك، عكس شخصيتي انا. ف يعني اول ما طلعت فكره انه بدي اعمل مسرحيه انا وحبلي. نعم. بس حبلت كنت بالثالث، دغري طلعت بالفكره انه بدي اطلع على المسرح، بدي حس بهيدا الشعور، بدي خلي الجنين اللي ببطني يحس بي انا شو عم بحس، لانه شعور كثير حلو بينتابني على المسرح. فاجت على راسي الفكره، واجى على راسي المخرج والممثل جابرييل يمين والكاتب. نعم. تحيه كبيره له. وحكيت معه، تعاونتوا بالكتابه بالافكار؟ بالافكار اولا، وقلت له بدي اعمل شخصيتي انا على المسرح، بدي احكي عن خبرتي انا. اللي لقى جابي الاصح هو انه نحكي عن شخصيه عم بيعاني منها المجتمع اللبناني، موجوده بالمجتمع اللبناني 90%. تكون المرايه، تكون مسرحيه مريطه يعني 100%، تكون مرايه المراه لحتى على القليله تتعلم منها المراه يلي رايحه كمان ضحيه المجتمع، والرجل اللي رايح ضحيه المجتمع. هي المسرحيه بتحكي عن المراه والرجل اثنيناتهم. كلير عمرها فوق ال 35، وبعد ما انا قادره تاخذ قرار تجيب ولد، ما بدها تتجوز، لانه بعد ما ملاقي حدا بتحبه. هيدا هدفها، انه بدها تعيش مع حدا بتحبه بعدين تفكر تجيب اولاد. فقد ما في ضغوطات من المجتمع، وجمل عم تسمعها كلير من هي وصغيره، من امها ومن بيها اللي شخصيته كثير ضعيفه، وامها اللي شخصيتها كثير قويه بس كمان ضحيه، ومن عمتها ومن الاصحاب، انه هلا لازم تتجوزي وتاخرتي كثير، واذا ما جبتي ولد يعني انت امراه ناقصه، واذا ما تجوزتي يعني انت امراه ناقصه، شو بدك بالشغل، شو بدك باللي بتحبيه بالحياه، هلا مهم تجيبي ولد قبل ما يصير عمرك 40 سنه. قد ما هالقد عايشه مثل ما عم بيعيشوا اكثريه نساء اللبنانيات، انجبرت تتجوز حدا ما بتحبه، والشخص اللي ما بتحبه اللي هو سيد جوزها اللي بيلعب دوره اسامه العلي، كمان مجبور يتجوز بعمر معين، لانه الرجل بعمر معين كمان فوق ال40 اذا ما تجوز يعني رجل ناقص. حلو. اذا ما عنده عائل يعني رجل ناقص. لا، المراه عندها خيار، وخيارها فيكون الولد مش من ضمن خيارها.
عندها حرية الخيار المرأة والرجل، وإيه لازم المرأة تتجوز واحد بتحبه، وإيه الرجل لازم يتجوز امرأة بحبها، وإلا بعد ما يجيب منها أولاد بيروح بيخونها وبينام مع 13,000 وحدة بالنهار بس على القليلة إنه عندي أولاد. منشوف بعدين منعتذر من مرتي ومنعتذر من أولادي، وهي كمان بيصير frustrated، كمان sexually frustrated لأنه عم بتنام مع حدا ما بتحبه بس لأنه جابت منه أولاد، وتصير معلقة كتير بولادها وناسي حالها وناسي جوزها وناسي كيف تربي. مهم عندي ابني وبنتي وهول هن لوحدهم، لا بدني. عندك بالدنيا انت وولادك وجوزك وشغلك، عندي كل هول بس في انت وولادك وجوزك وشغلك طموحاتك اشي بتحبيها عندك اياهم كلهم هول مش بس ولاد. فهيدي هي كلير. حلوه المسرحيه كلير، مانا قويه شوفها كلير، ما قدرت تتخطى هول كلهم. كلير جوزت وجابت ولد وبعدها لهلا يمكن بعد ترجع بتجيب ولد تاني من سيد جوزها، منا قويه. نحن مطلوب منا نساء العربيات انه دائما نكون ريفولوشنير، دائما يعني عم بتقولي انت بدك على المجتمع المدني دائما انا ما مع بالي دائما نكون ثورجيه، بدي روق بحياتي ما بالي انزل على الطريق ما بالي ابدا احمل يافطه بس مضطره لانه بدي اعيش بكرامه، بدي اعيش مع حقوقي. هيدي هي نعم. فاذا الرساله كثير قويه كثير واضحه من المسرحيه، بتختصر اذا بدك هيدا النضال اللي عم بجربوا يعملوه النسوان وما عم يقدروا يوصلوا له، انما يرتكز اذا بدي لخصها على كيفيه تربيه هذه العائله اللي فيها شاب وصبيه، وكيف بتطلع المراه بتفرز هالعائله التربيه من نظام حتى مدرسي او جامعي لتوصل لشخصيه كلير. هيدا اللي حبيت توصليه بالمسرحيه. انا وجابرييل اكيد انت يعني وجابرييل هو... تحيه كثير كبيره للاستاذ جابرييل يمين. قد ايه باقيه بالمسرحيه؟ مسرحيه صار والله قد ايه باقيين بالمسرحيه؟ حسب هذا السؤال الاهم حسب الصبي الصبي قررت تسميه، يعني فينا نعيط لك ام، فيك تعيطي لي ندى وفيك تعيطي له ندي نادي ان شاء الله مش ام حدا، انا ندى ونادي نعم. بالمسرحيه حتى بيقول قبل لاحظت مش ام حدا، هي ندى وهو نادي كمان إيه، انا بعدين نادي راح يفل ويتركنا بقى انا على وحده شخصيتي وجوزي شخصيته لوحده. اللي كان بدي اقوله انه انا بالثامن هلا بسم الله فبدي اشوف قديش بقدر دايم بعد، عم بيصير في كثير طلب عليا انه فولت قبل بشهر من ما نبلش المسرحيه لقد ما في نساء بحاجه يشوف يسمعوا شو عم ينحكى عن امراه حامل او فكرت انه او عم تفكر انه تصير حامل. بقى لهلا بعد عنا جمعه الجاي يعني 4 5 6 7 بمارتش، واذا قدرت بعد اوقف بعد شي جمعه يمكن مديت، اذا لا بيكون لا. نعم يعني نحن بنتمنى لك كل التوفيق، عمل بالفعل هيك بصمه بحياتك. بس بدي اقول بس شغله قبل ما انسى، انه في ممثلين معي بالمسرحيه اللي هن اذا بدك عاملين بوش للقصه ولشخصيه كلير اللي هن كثير مهمين، وسام العلي وزينب عساف وجويس ابو جوده، واللي كثير سبيسيال بالشخصيه تبعهم انهم اخذين كل واحد منهم اخذ 7 شخصيات. حلو بقى بدي اقول لهم ميرسي، وبدي اقول لجابي ميرسي على الفكره كثير نعم حلوة. نحن بنقول لك ميرسي كمان على طلتك الليله وان شاء الله بنشوفك انت وندي ان الله راد بصحه وبخير، وبتضلي هيك بافكارك واللي بتقدر توصل من خلالها اي فكره تغييريه اذا بدك تساعد كل السيدات وكل المجتمع. ست ارليت ما بعرف شو كلمتك، نحن وصلنا على نهايه الحلقه، شو كلمتك من بعد هيدا اللي شفتيه وبمناسبه هالشهر اللي ان شاء الله بيصير على مدى اشهر السنه مش بس بنخصص الشهر للمراه بس انه بهيدي المناسبه ان شاء الله. انا اول شيء بدي اعيد كل نساء لبنان ب 8 أدار عيد المرأة، وبتمنى إنه بالمستقبل يكون الوضع منصف بالنسبة للمرأة اللبنانية هاللي بتتميز بجدارة كبيرة، وفي وقت هاللي الدولة عم تحمل المرأة عم تخسر طاقة كبيرة كتير فيها تساهم ببناء وطن. هذا الشيء بدي أقوله. وانا بالنسبه لي ما في تمييز بين مرأة ورجال، انا عندي صبيان وبنت بحبهم مثل بعضهم، انا ما بفهم كيف في بي او ام يميزوا بين اولادهم، كلنا خلقت ربنا وكلنا مثل بعضنا ولازم يكون عندنا زيت الفرص بالحياه. نعم. هذا الشيء اللي بقوله. نعم استاذ نديم. انا بفتكر انه للمراه مستقبل كثير بارع بلبنان، وهي اثبتت انه هي نصف المجتمع وهي نصفه الافضل،
فبنتأمل منها كل خير. القوانين إن شاء الله تساعدها تكتسب حقوق إضافية إلى حق فيهم طبعا. أنا بضل في عندي قانون واحد كتير ما حكيت فيه، أنا بدي أكسبك بحلقة تانية لأن هو غير مجحف وهو اكتساب الجنسية، شغلة مزلة للمرأة ما تقدر تعطي حق البسيط هو جنسية لابنها. نعم. وفي له أسباب كتير نقدر نحكي فيها بغير مرة، رح نخصص هيك أسباب بتخجل يعني. نعم بالفعل، بس رح نخصص هيك لأنه كمان عنده اقتراح ممكن يتاخذ كتير بعين الاعتبار، إنما رح خليه لحلقة لاحقا الله راد، هيك كمان بصير في عليها أكتر من نقاش ونطلع من إطار العمومية تبعيت الحلقة اليوم وألا وهي تمكين المرأة في العمل السياسي. أنا بتشكر حضوركم، بتمنى النجاح بمسيرتك إن كان بالمصرف أو بمسيرتك العائلية لك ولكل المرافقينك. شكرا لفريق العمل اللي رافقك، وبتمنى كل النجاح وإن شاء الله كمان تضلوا هيك دعمة بهالبلد إن مصرفيا أو اجتماعيا أو على صعيد تمكين المرأة في المجالات اللي قادرين تكونوا موجودين فيها. أهلا وسهلا فيك أستاذ نديم قصار. ندى بتمنى أنه نهنيكي من عسطوح بيروت هيك ونطلع نحن وياكي أنت ومبتسمة وحدك ندي وعندك كل هالطاقة وهالإيجابية وتكوني بكل صحتك. إن شاء الله كل التوفيق لك، وشكرا كمان مرة تانية لحضورك معنا. ست أرلات جريساتي، إن شاء الله كل هيدي المسيرة تتوج بما تستحقين، نحن بنشوفك بمحلات كتير كتير هيك تشرف هذا البلد وتشرف إذا بدك المسيرة اللي أمتي فيها. شكرا جزيلا لحضورك. أنا بشكرك على كل شيء، بشكرك بهنيكي على الشيء اللي عم تعمليه بسطوح بيروت وبغير سطوح بيروت. الحقيقة برامجك بتجنن عميقة جدا، عم بتذكرنا بتراثنا وحقوقنا ومبادئنا، وهي شغلة مهمة كتير بالمجتمع. ومثل للنساء اللي نجحوا الله أكيد شو لكين. شكرا جزيلا وعلى منارة للنساء. على أمل أنه نتلاقى فيكم بحلقة مقبلة من عسطوح بيروت. أنا بتشكر كمان فريق العمل اللي بيرافقنا دايما وبيعطينا كل هالمعطيات اللي بتنجح عملنا وبرنامجنا. بنتلاقى، باي باي.